صباح الخير والسعادة، والنهاردة هضيف صباح الحياة. صباح الحياة إن شاء الله اللي كلها طاقة إيجابية وأخبار جميلة وإنجاز بنعمله كل يوم في حياتنا بإذن الله، بيقربنا من طموحنا وأحلامنا يعني خطوة بخطوة، بس إحنا نسعى والسعي أكيد إن شاء الله هيوصلنا. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل عليكي، وصباح الفل على كل حضراتكم والسيدات والسادة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم. أهلا بكم جميعا، وبداية يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، استفتاء جديد ومبروك جديدة. نحب نهني أنفسنا والله العظيم، تعبنا من كتر يعني البطولات ومبروك، بس طبعا حاجة أكيد بنتشرف بيها وبتسعدنا، وده اللي احنا واخدين عليه دايما. النادي الأهلي أكيد دايما بيشرفنا، وإحنا هنا في قناة الأهلي بنكون المنبر اللي منه بنعرض على حضراتكم كل حاجة بتتم. ومعانا النهاردة أخبار كثيرة جدا بتخص النادي الأهلي، يعني أخبار إيجابية جدا خليني أقول لحضراتكم. بس قبل ما نبدأ خليني بس أقول على حاجتين. إحنا عايزين كريم أول حاجة ننوه على السوشيال ميديا، الأسبوع اللي فات عرضنا بعض الفيديوهات لحضراتكم، كان في ناس زعلت مننا عشان احنا ما عرضناش الفيديوهات بتاعتها، بس زي ما نوهت أنا وكريم يوم الأربعاء احنا لسه مستمرين معاكم لغاية إن شاء الله الأربعاء الجاي ده، هنجمع كل الفيديوهات اللي هتتبعت من النهاردة لغاية برضو يوم الأربعاء، اللي هو السؤال اللي احنا كنا بنقول عليه، أو يعني الطلب اللي احنا كنا بنقول لحضراتكم عليه، ابعتوا كده في فيديو ثواني صغيرة بتهنوا فيه أو بتقولوا فيه كلمة للنادي الأهلي بعد حصوله طبعا على الثلاثية. اللي انتوا عايزين تقولوه للنادي او اي لاعب طبعا في الفريق ابعتوه، احنا هنجمع زي ما قلت حضراتكم يوم الاربعاء هيتم العرض. حاجة تانية بقى، كنت تعرف برضو انا بحب اشارك الناس يعني، فوانا جايه برضو بسمع في الراديو يا كريم، كانت حاجه بورصه انا بحب يعني اشارك حاجات بتدي طاقه ايجابيه. كان بيقول لك ان في حد دكتور نفسي يعني كان بيتكلم ان هو لما بيجي له اوقات ناس في العياده بتوعه بيتكلموا معاه ان هم مش حاسين ان هم بينجزوا حاجه في حياتهم، فهو قال لهم على وصفه، والوصفه دي ما هياش اختراع يعني، بس هو كان بيقول لهم بدل ما تكتبوا ان او تعملوا حلم ليكوا على اللونج تيرم اللي هو مثلا عايز كمان سنه ابقى مش عارف، قال له اعمل اللي انت عايز تحققه في اليوم، وشوف كده اخر اليوم لما يخلص علم على الحاجات اللي انت انجزتها، وشوف ايه اللي ما انجزتوش واعمله تاني، ولو استمريت ده قال تحديدا لمده 3 شهور بتعمل القصه دي حياتك هتختلف جدا، عشان هتبتدي ترتب اولوياتك، هتبتدي مش عارف تنام غير لما تحقق او تنجز الحاجات اللي وراك، يعني واحده واحده انت هتهيئ نفسك نفسيا ان انت خلاص انت ماشي في الطريق، ان مفيش كسل، مفيش بقى حاجات بتتاجل، كله ماشي كده في طريق تحقيق حلمك. فعجبتني قلت برضو اشارك الناس فيها، ممكن احنا حتى نجربها. حلو. عارفه كمان من زاويه ايه؟ من زاويه ان انت لما تكتبي يعني مثلا هدف يومي فهو بالتالي هدف قابل للتنفيذ، يعني مش هدف تعجيزي. صح. محتاج سنين من عمرك. صح. انت في ساعتها بتقدري تحققيه، وبالتالي لما بتحققيه بتنامي وانت حاسه ان انت انجزت في حاجه. والله بتفق معاك. وكان في برضو بس مش فاكره كان مين اللي قال الجزئيه دي بصراحه عشان ما افتيش يعني، بس سمعتها مره في برنامج كان ضابط تقريبا في بحريه بس مش فاكره في بلد ايه، كان بيقول ان هو كان دايما بيبقى حريص ان الناس اللي معاه يعملوا السرير بتاعهم، يعني اصحى ووضب السرير بتاعك، ده اول انجاز بتعمله في يومك، وده اللي بيخليك بعد كده تمشي برضو بشكل منظم. انما لو هتبدا يومك باهمال ممكن بعد كده يومك كله يبقى مش نفس. في البحريه مفيش مساحه للاهمال اساسا يعني الواحد بيتعلم طبعا من الحاجات دي. انا بس عايز اقول على تفصيله صغيره جدا في النقطه الاولى اللي انت ابتديتي بيها فيما يتعلق بمساله الفيديوهات، عشان لاحظت كده في الفيديو الاولاني اللي عرضناه، الفيديو المجمع الاولاني اللي اتعرض الاسبوع اللي فات، يعني جزء كبير من الناس متصورين ورا منهم حيطان. صح. احنا كنا حتى يعني اكدنا على حضراتكم قبل كده، يا ريت عشان حتى فرصه نعرف حضراتكم موجودين فين، سواء كنتوا مصريين موجودين في مصر او بره مصر او حتى غير مصريين، يعني فرصه ان احنا نعرف حضراتكم مقيمين في اي دول، لو حد منكم عنده شباك او بلكونه بيطل على فيو لطيف ايه المانع انه يصور لنا الفيديو فيه، لو في مكان مثلا عام منطقه سياحيه برضو ناخد فكره، هتبقى اكيد الفيديوهات تبقى لطيفه يعني. صح. لا لو اتفق معاك دي نقطه كويسه جدا، لان احنا حابين نشوف حضراتكم بتتفرجوا علينا منين بالظبط، يعني اي بلد بالظبط، يعني حتى كان في بعض الناس بعتت صور او فيديوهات عفوا ولادها وهي في انجلترا، وكان في ناس في دول عربيه، فحابين ان احنا نشوف ده فعلا. طيب نبدا بقى اخبارنا الحلوه زي ما بنقول كده، وهنهني نفسنا وهنهني كل الاهلاويه على انجاز جديد او جايزه جديده. النهارده بنقول ان الكيان الكبير كيان نادي الاهلي وقناه الاهلي طبعا بنقول مبروك بمناسبه حصول الاهلي على جايزه نجم العرب، ده
كأفضل قناة رياضية، وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens. المجلة دي بتصدر عن شركة مصرية بتضم ثلاث أقسام رئيسية: مجلة ماذا يحدث، مهرجان ما يحدث، ومجلة العلاقات العامة ماذا يحدث. هي كده، هي متقسمة كده، هي مجلة كمان نمط الحياة الورقية ومجلة فنية وسياحية بتصدر باللغة الإنجليزية، وكل هي بتصدر كل شهرين. ومهرجان What Happens ده هو احتفال سنوي بيقام في دولة عربية مختلفة كل سنة لتكريم بقى الفنانين والإعلاميين المصريين الناجحين والمتميزين، على أساس هنا كمان تصويت الجمهور مش بس المصري أو دولة معينة، لا العربي من كل الوطن العربي طبعا بمصر. فحاجة جميلة جدا، وإحنا بنتكلم إن برضو إحنا بنشهد جوائز أخرى أو يعني بطولات أخرى بيحققها النادي الأهلي، كلنا بنفخر إن إحنا بننتمي لهذا الكيان. بجد مبروك عليكم، وإحنا يعني كل يوم أهو بنسعد، فدي حاجة جميلة. ولسه معانا على فكرة أخبار حلوة تانية، يعني بتبقى دايما جميلة جدا مسألة الاستفتاءات، لما يكون استفتاء بناء على تقييم وعلى رأي وعلى وجهة نظر الجمهور. صح. والأحلى والأحلى لما يكون الجمهور ده زي ما انت بتقولي كده مش مجرد مصري، ده مصري وعربي وخليجي. يعني الحمد لله رب العالمين، إثبات جديد ودليل جديد بنتأكد من خلاله أن قناة النادي الأهلي قناة متشافة كويس جدا، قناة متقدرة ومتقيمة تقييم عالي جدا. فطبعا بنتقدم بكل الشكر لكل القائمين على قناة الأهلي. أستاذ محمد كامل طبعا مليون مبروك، كل الشكر لشركة لايف اللي بتدير قناة النادي الأهلي وبتدير النجاحات اللي بتحققها قناة النادي الأهلي. الشكر للأستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة لايف. الشكر للأستاذ إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي، والأستاذ باسم عزمي، وطبعا المجهود اللي هم عمالين يعملوه كل لحظة مش كل يوم والتاني، قايمين بيه على أكمل وجه الحقيقة طول الفترة اللي فاتت. كل الشكر لكل الزملاء والزميلات المذيعين والمعدين وكل العاملين باختصار في القناة على كل المجهودات الكبيرة اللي بيقوموا بيها عشان نقدر الحمد لله رب العالمين يعني نحقق هذا القدر وهذا الكم من النجاحات. فمليون مبروك للكل. يعني مرة تانية أكيد إحنا سعداء إن إحنا في خلال يعني تقريبا إحنا بقالنا 5 أو 6 شهور يمكن 5 شهور تقريبا بس الواحد يبقى برضو جزء من نجاح بهذا الشكل في فترة كمان صغيرة بعد التحديث اللي حصل. فأعتقد دي حاجة محترمة جدا، وزي ما كريم قال وأنا هأكد هذا الكلام، ويمكن ده الكلام اللي إحنا قلناه في افتتاح أو في الحفلة الافتتاحية بتاعة القناة أصلا لما كنا مع حضراتكم، وقلنا إن من أصغر واحد فعلا لأكبر واحد في القناة بيحاول احنا نشتغل كروح واحدة. يعني روح النادي الاهلي موجودة كمان في قناة الاهلي، دي حاجة مفيش فيها كلام حقيقي. خلينا نروح نتابع بقى الفيديو ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. يزود من أفراحنا فعلا أفضل نادي وأفضل قناة. الحمد لله رب العالمين إن احنا نوصل لهذا المستوى. يا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم كده ونحافظ على هذا المستوى ونتحسن كمان. يعني زي ما حضراتكم شفتوا الأستاذ محمود عدلي هو اللي كان بيتسلم الجائزة، وكان موجود طبعا أستاذ إيهاب الخطيب وأستاذ باسم عزمي، يعني كلها قامات كبيرة في القناة حقيقي. يعني وده كلام مش مجاملات والله العظيم، فعلا دايما بيكونوا حريصين إن احنا نشتغل في جو كمان مريح، يعني مش فكر بس يقدم لك محتوى أو يساعد فنيا، لا كمان نفسيا بيحاول ان هو يساعدك. فاكر ما كنا بنتكلم على الشق النفسي؟ ايوه صحيح. وبعدين يعني الجمله اللي قالتها الزميله مقدمه الحفله انا سمعتها قبل كده كذا مره في زمن قياسي، اللي هو قناه النادي الاهلي احسن قناه رياضيه، الجمله متكرره يعني. يا رب دايما، يا رب دايما فعلا. ومليون مبروك لكل القائمين ولكل الزملاء في قناه النادي الاهلي. نكمل بقى مع حضراتكم، وتابعنا اكيد كلنا الحوار اللي مصر كلها تقريبا كانت مستنيه. مش هقول الاهلاويه، انا هقول مصر كلها كانت بتتفرج على هذا الحوار اللي ذاعته قناه الاهلي، حوار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع الاعلامي الكبير يعقوب السعدي. حوار خلينا نقول تاريخي، اتكلم فيه عن الجهاز الفني، اتكلم فيه عن اللعيبه، اتكلم فيه عن مؤمن زكريا، اعضاء مجلس الاداره، دور كل شخص في انجاز ملفاته، اعضاء المؤسسه المجتمعيه والمستشارين الهندسيين. لان في نقطه مهمه جدا يا كريم،
كريم لما تيجي تتكلم عن انجازات انت ما بتتكلمش، يعني لو خدت بالك كابتن محمود ما اتكلمش انا عملت، قال لك احنا عملنا، قال لك فلان عمل والجهاز الفني عمل واللعيبه عملوا، وذكر اسامي ناس كتيره جدا كلهم شاركوا في هذا النجاح. هو ده فعلا الشخص الناجح لما بيتكلم حقيقي. هو يعني النقطة دي كانت فعلا ملفتة جدا للنظر، ان هو تقريبا اتكلم عن أمة لا إله إلا الله، كل من له علاقة بالنادي الأهلي إلا هو نفسه. وبعدين خدت بالي برضو من لقطة كده كانت لطيفة جدا الحقيقة، وبتؤكد على ان هذا الرجل عبارة عن يعني منظومة أخلاقية متكاملة الأركان ماشية على رجلين. كالعادة ما بنشوفش كابتن محمود الخطيب غير وعنده كل تفاصيل إنكار الذات وإيثار الآخرين وإحقاق الحق، ودي نقطة برضو في منتهى الأهمية. في لقطة كده في الحوار اللي كان قاعد فيه كابتن محمود الخطيب مع مؤمن زكريا ومع والده ومع والدته، في كسر ابن الثانية كان لسه والد مؤمن زكريا بيتوجه بالشكر لكابتن محمود الخطيب على كل حاجة النادي الأهلي عملها وكل الدعم اللي قدموه لمؤمن زكريا وعلى الإبقاء على مستحقاته كاملة، وهذا النوع من الأمور لسه الراجل جايله في الشكر، يعني مش مثلا شكره، يعني هو لسه جايله في الشكر. ففي كسر ابن الثانية كان كابتن محمود الخطيب قاطع عليه الكلام وقال له ده حقه، ده ابن النادي وده ليه إنجازات مع النادي. فالحقيقة يعني دروس مستفادة على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الأخلاقي كما تعودنا دائما من كابتن محمود الخطيب اللي طول عمره زي ما كان يعني أيقونة في ملاعب كرة القدم هو كمان أيقونة خارج الملاعب كإداري وكمسؤول كبير وك يعني شخص الحقيقة بيتسم بقدر مهول من الأخلاق. كابتن محمود الخطيب اتكلم عن فرد وعن دوره، اتكلم عن أعضاء الجمعية العمومية، واتكلم عن حرص المجلس إنه ينهي كافة الملفات اللي تقدم بها أثناء برنامجه الانتخابي وإنجاز أكثر من 90% منه. الحقيقة كانت حلقة خاصة جدا فيها كم كبير من التقارير والأحاديث مع المدير الفني ومع مدير الكورة وبعض اللاعبين والمستشار الهندسي. ملخصها أن كابتن محمود الخطيب ما قالش أنا بس اللي بعمل، كابتن محمود الخطيب جاب سيرة كل الناس بكل الخير، ما جابش سيرة أي شخص بأي سوء. صحيح. وعايزه اقول لحضراتكم كمان كابتن الخطيب اكد هنا وجود اهتمام كبير من جانب مجلس اداره النادي بجميع اعضاء الجمعيه العموميه هنا بمختلف اعمارهم السنيه، واضاف ان اعضاء النادي لهم الحق الكامل في الشعور بوجود خدمات مميزه، فمجلس اداره النادي بيعمل تحت شعار مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء، وهو الشعار اكيد اللي بدا المجلس العمل به منذ بدايته وحتى هذه اللحظه، مؤكدا انه طالب جميع اعضاء المجلس بضروره الا يبخل احدهم بالوقت لخدمة النادي وأن يكون المنصب من أجل خدمة الرياضة والحياة المجتمعية فقط. وأوضح أيضا أنجزنا برنامجنا الانتخابي بنسبة تتخطى 90% خلال الثلاث سنوات المنقضية، وبيتبقى هنا بقى جزء صغير جدا على ما وعدنا به قبل تولي المهمة بشكل رسمي. كمان أشار كابتن محمود الخطيب إلى أنه أنجز العديد من المشروعات الإنشائية التي تليق بالنادي وبأعضاء النادي الأهلي، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وإنشاء بوابات النادي في مدينة نصر وأيضا مقر الجزيرة الذي يتبقى فيه فقط تطوير بوابة المعلمين. وذكر أنه تم اختيار شكل خاص جدا ببوابات النادي يعكس هوية الأهلي التاريخية، وشدد على أن أسوار النادي الأهلي بمقر الجزيرة تدر ربحا للنادي يقدر ب5.5 مليون جنيه وتزيد بنسبة معينة بشكل دوري. كمان أضاف أنه تم تطوير صالة الأمير عبدالله الفيصل بالإضافة إلى تغيير أرضيتها وصيانتها بالكامل وبالشكل الأمثل، بالإضافة لتطوير صالة الجمباز بأحدث الأجهزة وكذلك صالة الكاراتيه اللي تم تجديدها بشكل يعكس هوية النادي الأهلي. كمان قال أن فرع مدينة نصر شهد طفرة إنشائية مميزة، كمان تم الحصول على كل التراخيص الخاصة بتشييد الجراج اللي يعني إن شاء الله سينهي أزمة ظلت قائمة طوال السنوات الماضية، وأوضح أن مشروع الجراج سيقام على مساحة 33,000 فدان وهيستوعب 700 سيارة، وهو أمر سينهي أزمة تكدس السيارات، وهو بطبيعة الحال مطلب كبير ومتكرر من أعضاء النادي، وأكد أنه سيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر. كمان قال نواصل رحلة العمل لاستكمال المشروعات المتبقية ونلقى دعما كاملا من المسؤولين في الدولة الذين يلمسون التحركات الإنشائية التي تتم على أوسع نطاق من جانبنا لإنجاز كل المشروعات التي تستهدف خدمة كل عضو في النادي الأهلي. يعني هي كده الانجازات خلصت او لا؟ لسه الانشاءات موجوده. شوف بقى الخبر اللي جاي ده، وده اعتقد مهم جدا. احنا هنتكلم عن ملعب التتش. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي قال كمان ان مدرجات ملعب التتش بالجزيره هتشهد تغييرات عديده خلال الشهور المقبله، واضاف ان مدرجات الملعب التاريخي ستشهد تعديلات مع البدء في هدم المدرج اللي بيعلو غرف هنا خلع الملابس القديمه للفريق الاول لكره القدم، واوضح ان هناك ايضا عمليه تطوير واسعه بيشهدها الملعب، مؤكدا ان الشهور المقبله هتشهد
اعلن ايضا الانتهاء من اعمال التطوير الخاصه بالغرف الجديده المتعلقه بفرق النشاط الرياضي للدرجه الاولى، واوضح كمان ان هناك خطوات عديده في هذا الشان حيث سيتم تجهيز وحده علاج طبيعي على اعلى مستوى. وقال ان الفتره المقبله هتشهد ايضا التفكير في تخصيص مقر لاقامه لاعبي الفرق الرياضيه اللي هي زي استراحه يعني، مؤكدا ان ملعب التتش سيشهد تعديلات عديده في التصميمات الخاصه به حيث سيتم مناقشه كل هذه الامور في اجتماعات المجلس المقبله. ليه بنقول هنا تحديدا التتش يعني من الناس او من الحاجات اللي الناس كلها مهتمه بيه؟ لان زي ما احنا بنتكلم هو حاجه تاريخيه جدا. صحيح. ملعب عريق، ملعب شهد العديد من الماتشات والبطولات واللعب الجميل اللي احنا استمتعنا بيه، ولان كان في ناس كتير كانت بتسال هو امتى التتش هيحصل فيه اي تجديد، فبنقول لحضراتكم قريبا جدا ان شاء الله هنشهد يعني صوره مختلفه في هذا المكان او هذا الملعب او هذا المقر التاريخي زي ما بيقول باذن الله. وفيما يتعلق بقى باللاعب الكبير ومحبوب ومعشوق يعني الملايين من الاهلاويه والغير اهلاويه الحقيقه مؤمن زكريا، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي قال ان مؤمن زكريا ساب بصمته مع الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي من خلال مشواره الافريقي بعد ما كان سبق ليه تسجيل العديد من الاهداف بقميص النادي الاهلي في وقت سابق، لافتا الى ان مؤمن اخبره ان اسعد لحظات حياته هي اللحظه اللي حضر فيها كل الجمهور الى منزله لدعمه، وكمان اشار الى ان النادي الاهلي لا يترك ابنائه على الاطلاق ولا يمكن ان يتاخر عن دعمهم، وان مؤمن زكريا هو واحد من ابناء النادي المخلصين وان دعمه ومساندته واجب على الجميع. اضاف كابتن محمود الخطيب اؤكد على ما قاله مؤمن بان الاهلي هو حياه نعيشها وهو امر لا خلاف عليه، وروح القلعه الحمراء هي ما تصنع البطولات، وهو ما ظهر في التفاف اللاعبين حول مؤمن زكريا واهدائه كل الالقاب وكل البطولات. كمان شدد رئيس النادي الاهلي على ان الاهلي لا يتاخر عن دعم كل من ينتمي له في اي ظرف انساني، وان مسؤولي النادي على تواصل مستمر مع اسره اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، وان هذا الامر يعتبر يعني شيء طبيعي جدا وعادي جدا داخل النادي صاحب المبادئ التي تميزه من حيث الانتماء والترابط، وهو برضو واحد من اهم الاسباب اللي ربنا بيوفقنا وبينجحنا من خلالها. وقال ان النادي حصل على الموافقه القانونيه من الجهات المختصه، وبعدها صرف قيمه تعاقد مؤمن زكريا بشكل كامل من منطلق قيم القلعة الحمراء، وأضاف أن مؤمن زكريا أحد اللاعبين المميزين وصاحب موهبة حقيقية، وأنه سجل العديد من الأهداف الصعبة التي تكشف موهبته الفزة. وطبعا لفت إلى أن هناك اتجاها لسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج بتحركات من جانب مسؤولي النادي الأهلي، متمنيا له العودة في أقرب فرصة إن شاء الله. جميل جدا. خلينا بقى ناخد حضراتكم لاستعدادات هنا مباراه الاهلي ومصر المقصه النهارده. بيتش موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم للنادي اعلن بقى قائمه الفريق لمواجهه مصر المقصه المقرر لها مساء اليوم الساعه 7:30 على استاد الاهلي بمدينه السلام، في اطار طبعا منافسات الجوله الاولى من مباريات الدوري الممتاز. جاءت بقى القائمه او قائمه الاهلي كالتالي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، واليو ديانج، عمرو السوليه، صلاح محسن، محمد مجدي قفشه، علي معلول، ناصر ماهر، واكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، وجيرالدو ومحمد هاني. كل التوفيق باذن الله لرجالتنا النهارده وان شاء الله هنكون فايزين باذن الله. طيب من الاخبار الحلوه المتعلقه بفرق النادي الاهلي بشكل عام النهارده معانا خبر عن فريق العاب القوه في النادي الاهلي اللي حقق المركز الاول في بطوله الجمهوريه رجال وسيدات، والتي اقيمت خلال الفتره من 9 الى 12 ديسمبر، وحصد فريق رجال النادي الاهلي العاب قوه بالنادي على 28 ميداليه متنوعه، فيما حصل فريق السيدات على 25 ميدالية متنوعة، ليتمكن الأهلي من تحقيق المركز الأول في الترتيب العام للبطولة بعدما نجح في تحقيق عدد 26 ميدالية ذهبية و15 ميدالية فضية و12 ميدالية برونزية. شارك من النادي الأهلي 76 لاعب ولاعبة، وبشكل عام شارك 867 لاعب و489 لاعبة يمثلون 49 نادي ومركز. وطبعا يقود ألعاب القوى وشباب النادي الأهلي ياسر داوود رئيس الجهاز والمدير الفني، عادل علي أبو بكر المدير الإداري، ووائل عبد العظيم إداريا، واللي طبعا أكيد بنتوجه بالتحية وبالشكر وبالتقدير لكل اسم منهم على حدة. إحنا معانا على التليفون كابتن أيمن الصعيدي مدرب ألعاب القوى بالنادي الأهلي وثب عالي. صباح الخير على حضرتك يا كابتن أيمن، ومليون مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا فندم، وصباح الخير على النادي الاهلي وعلى كل من في الاستوديو. صباح الفل وصباح الانتصارات على حضرتك. ويا فندم كل الفرق المشاركه اشتكت، كل ما حد يروح ياخد ميداليه يقول لك لا النادي الاهلي خدها، سواء ميداليه ذهبيه برونزيه فضيه، ما تعملولناش مشاكل مع الفرق المنافسه ارجوك يا فندم. والله احنا بنتعب
وبنشقى، ربنا يعلم احنا بنعمل قد ايه. وعلى فضل الكابتن فضل الله سبحانه وتعالى ومجلس اداره النادي الاهلي. جميل. وكما هي عاده النادي الاهلي كل ما يعني نفتح صفحه نقفلها بانتصارات وندور على الصفحه اللي بعدها. ما القادم ان شاء الله فيما يتعلق ببطولات العاب القوى؟ الحمد لله رب العالمين، احنا عملنا مجهود جامد قوي كل المدربين بقياده الكابتن ياسر داوود وكابتن عادل ابو بكر في الماتش في بطوله الدرجه الاولى دي بالذات. ان احنا تعبنا فيها قوي عشان نوصل للميداليات دي. كنا ناويين نية وربنا يعلم لاخر يوم قبل يوم البطوله واحنا بنحسب ميدالياتنا وكل اللعيبه بتاعتنا، وربنا وفق كل ابطالنا حتى اللعيبه اللي طالعين الصغيرين اللي بينافسوا اللعيبه الكبيره عملت حاجه كويسه. لا انتوا كلكم الحقيقه عاملين حاجه مش مجرد كويسه، حاجه مشرفه جدا وحاجه تتماشى مع فكره ان النادي الاهلي كما تعودنا منه دايما هو نادي الانجازات ونادي الانتصارات. فمليون مبروك على حضرتك يا كابتن ايمن وصباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا كابتن كريم وعلى كل الناس اللي في الاستوديو، وربنا كريم لكل مجتهد نصيب. احنا عملنا حاجات حلوه الحمد لله رب العالمين. مبروك يا فندم ومزيد من النجاحات والانتصارات ان شاء الله، ونشكرك على وجودك معانا. شكرا جزيلا. نروح بقى فرع الاهلي بس بالشيخ زايد اللي شهد تنظيم ماراثون للجري تحت شعار لا للتعصب، ده كان بمشاركه كبيره من اعضاء النادي وتحت اشراف لجنه الشباب والعلاقات العامه بفرع الشيخ زايد والاداره التنفيذيه للنادي واللجنه العليا للجان برئاسه المهندس وليد مبروك متولي. هنروح نتابع التقرير ده ومنه هنروح فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم. لا للتعصب دي مبادرة وزارة الشباب والرياضة عاملاها، واحنا كجزء من الدولة قلنا نشارك فيها ونبقى داعمين ليها. وفي نفس الوقت الأسرة المصرية كلها بتشارك فيها، بتجري بتعمل رياضة، الناس بتتعرف على بعض. الشيخ زايد طبعا هنا المنطقة أنسب مكان يتعمل فيه الموضوع ده، المساحات كويسة وكده، والماراثون ابتدى، الناس هتجري حوالي 3 كيلو وترجع، وإن شاء الله يرجعوا كلهم كويسين ومعاهم عربية الإسعاف والأتوبيس بتاع المقر وعصاير ومية وكده في الطريق عشان لو حد عايز يشرب، إن شاء الله يبقى يوم كويس يعني والأعضاء ينبسطوا فيه. الهدف منه إن احنا ننهي أو نقلل التعصب اللي بقى زايد قوي بين الجمهور عامة في أي حاجة، سبيشلي على السوشيال ميديا، ومش بس على السوشيال ميديا يعني في كل حتة. الناس بقت يعني التعصب زايد قوي عن زمان أو عن أي وقت فات، فإحنا طبعا الأهلي زي ما هو دايما الرائد في كل حاجة، فإحنا عاملين النهاردة ماراثون تحت شعار لا للتعصب علشان يعني ننشر الوعي أو التوعية إنه الناس لازم يبقى التعصب أقل، أو إنه يبقى لازم يبقى في روح رياضية، لازم إن الناس تبقى تتعامل على الرياضة على إنها رياضة فيها مكسب وفيها خسارة، ممكن فريق مرة يكسب فريق مرة يخسر. المبادرة دي النهاردة ده أول يوم لينا، هنبتدي نعمل ماراثون وجريات، بنجمع الناس الشباب والأعضاء عامة علشان نمارس شكل من أشكال الرياضة. وكمان كنا حريصين جدا إن كل جارية يبقى لها شعار، نبقى بنعمل توعية عن قضية معينة. فالنهاردة يعني حبينا مع انطلاقة المبادرة نبقى عاملين الشعار بتاعنا للتعصب الرياضي، يعني تماشيا مع الأحداث وتماشيا برضو ألايند مع الدايركشن بتاع الدولة، انه دي من المبادئ اللي النادي الاهلي بيحب دايما يقولها ونبقى احنا كلجنه الشباب بناكد عليها ونوصلها للشباب. فطبعا من خلال حدث بسيط وفن وبرده في جانب رياضي، فبنجمع كل الناس وبنجري وبيبقى في توعيه برده في نفس الموضوع في نفس الوقت. كلمة تعصب رياضي بس مش هتقتصر على الرياضة بس، يعني دايما احنا بنتكلم عن التعصب في عموما في حياتنا عموما كلها، ودي حاجة جميلة جدا اللي هي يعني بتأدي مش بس ايه الناس يكون فيها عندها تعصب في الشارع في البيت في أي حاجة، دايما نتحلى كلنا بالروح الرياضية. وبالنسبة للإيفنت بتاع النهاردة كان جميل جدا، وكان فيه ردود فعل جميلة من الناس المشاركة، وبحب اشكر جدا اللجنه اللي هي المنظمه على الايفنت الجميل ده، واتمنى انها تعمل كتير منه. والله احنا حاليا بنشتغل على شويه ايفنتس كده يوميه، اللي هي ايفنت اليوم الواحد، ان شاء الله بنخطط لايفنت برضو خلال الاسبوع اللي جاي او اللي بعده، عجل يبقى مسافه، هيبقى في عجل موجود، الاعضاء تشارك بشكل كبير ان شاء الله. عندنا شويه ايفنتس بقى تثقيفيه، يعني كان من قريب كان عندنا
غرفة البورصة المصرية عملت تريننج للناس على مبادئ البورصة، وفي ان شاء الله كذا ايفنت بننزل البلانز على البيجز على الفيسبوك وعلى الموقع الرسمي. الاعضاء متحمسين جدا. هي الجارية تقريبا 3 كيلو 2 كيلو 900 حوالين سور النادي، تبدا من باب النادي وتلف حوالين النادي من بره لغايه ما يرجعوا تاني يتجمعوا. طبعا معمول الى حد ما على قد ما نقدر الاجراءات الاحترازيه مظبوطه، عشان برضو في الفتره دي خايفين على الناس شويه بالظروف اللي احنا فيها. معمول كذا ستيشن ميه وعصير للناس عشان لو حد تعب او حاجه، وكمان في عربيه اسعاف تساعد الناس لو حد حصل له اي مشكله او حاجه تبقى العربيه موجوده. والله الفواصل في البرنامج ده بتطلع افكار جميله. يعني معايا انا وكريم، عايزه اقول لحضراتكم ان احنا كنا بنرغي كده بنقول واحنا ليه ما بنروحش مثلا نلعب حاجه ضد بعض في النادي بعد الهوا، وقلت له دي تبقى فكره هايله جدا، وقال لي نعملها على رهان اللي يخسر يعزم الثاني على الغداء. قلت له لا، اللي يخسر ممكن يجري في التراك 10 لفات. فهو يعني بيقول ايه، انا كده استشعرت الخطر بيني وبين حضراتكم، سمعت الجمله دي اتخذت وابتديت اعيد ترتيب اوراقي واولويات. الجمله وفاتي ايه؟ هنعلن وفاتي مع نهايه تقريب 10 لفات. لا لا لا، بس انا موافقه على التحدي ده والله، يبقى جميل. واتفقنا على جيم بينج بونج وهنولع الدنيا ان شاء الله. والله يلا ممكن نظبط ده ويبقى نلعب، مع ان انا خلي بالك ما بعرفش على بينج بونج، فيعني بس يعني انت بتعرف. ماشي، ده خبر لطيف. خلاص والله نعمل ده كده بقى، ممكن نعمل موضوع ال 10 لفات. استكمالا بقى لكلامنا والاخبارنا المتعلقه باللجان المختلفه في النادي الاهلي، كمان نظمت لجنه المراه في النادي الاهلي ندوه مهمه جدا الحقيقه بعنوان لا للعنف ضد المراه بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت حضور مكثف من جانب كل الأعضاء، وناقشت الندوة العديد من القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتوعية بأهمية هذا الملف المهم. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. جدا رائعة، قدموا حلول وتوصيات قوية جدا بمناسبة لا للعنف ضد المرأة. سعادة السفيرة حكت بمواضيع متقدمة، نحكي من ناحية العنف ضد المرأة، من العنف الإلكتروني، حكينا العنف النسوي، العنف الرجل ضد المرأة، وقدموا توصيات وحلول قوية جدا. بحب أشكرهم صراحة، أنا فوجئت جدا بالفكر القوي الموجود لدى سيدات مصر، مصر أم الدنيا. صراحة الحلول التي أعطيت والمواضيع التي تداولت بهاي الندوة، رغم أنه ضيق الوقت اللي حاصرنا، لكن كان أكبر بكثير من اللي كان أصلا مفروض أنه يعرض. إحنا طبعا مشاركين في هذه الحملة، بحملة تحت شعار كوني، بنقول للمرأة المصرية كوني قوية، كوني قادرة على الدفاع عن نفسك، كوني يعني قادرة على الإبلاغ عن أي إهانة وأي عنف ممارس ضدك، سواء في مجال العمل أو في الشارع أو في وسائل المواصلات. هي ندوة النهاردة دي بتيجي في إطار الحملة الدولية، حملة 16 يوم لمناضلة العنف ضد المرأة، وطبعا يعني مصر باعتبارها يعني من الدول السباقة في حماية حقوق المرأة. احنا في مصر بنحتفل بهذه المناسبة 16 يوم، بنعمل ندوات وحملات توعية، في منها توعية مباشرة زي ندوة النهاردة، في اتصال وحوار مع الجمهور. العنف ضد المرأة مش ضروري يكون العنف الجسدي أو العنف بالضرب، لا، العنف بجميع أشكاله. هدفنا من الندوة إن يكون عندنا مرأة آمنة، آمنة بمعنى الكلمة، آمنة ببيتها، آمنة أول ما بتنزل من بيتها، في وسائل مواصلاتها، في التعامل مع الآخرين. العنف بجميع أشكاله أيا كان طبيعته تواجهه. كان عندنا كوكبة من الفضليات اللي بيتعاملوا
في هذا الملف من خلال المجلس القومي للمرأة وإعلامياته ومن المجتمع المدني. تبادلنا الأفكار وطلعت توصيات. التوصيات دي خلاصتها وأهمها أن الاهتمام بالمرأة واجب، أن المرأة كل المجتمع وليست نصفه. الحمد لله كان في عدد من العضوات حاضر الندوة، وحسينا أن الكلام مهم قوي بالنسبة لهم، لأن طبعا إحنا بنعمل زي توعية للعضوات وللبنات اللي في الجامعة اللي بيتعرضوا لأي نوع من أنواع العنف، سواء في المواصلات سواء في الجامعة نفسها. مش بس عنف جسدي، لا بيبقى عنف كمان معنوي. احنا كل الفكرة ان احنا بنناقش مواضيع كتيرة عن العنف ضد المرأة، سواء انواعه، سواء ازاي انا اقدر اواجه حاجة زي دي، وازاي اعلم الناس انها تواجه حاجة زي دي، وانها تتوجه فين لما يحصل لها حاجة معينة، تقدر تكلم مين او تقدر تروح لفين، سواء في الاسم. وبنحاول يعني نقول لها انها ما تسكتش عن حقها، انها تبتدي تاخد حقها، لان في طرق قانونية كتيرة جدا بقت موجودة، بداية من القيادة السياسية في الدولة هي برضو بتوجه ان احنا ما يبقاش في عنف ضد المرأة. في اهتمام كبير قوي الفترة دي بالمرأة، فاحنا حابين ان المرأة تتكلم، ما تسكتش، تاخد الإجراءات القانونية السليمة. احنا بنقولهاش انها تبقى عنيفة، احنا بنقولها انها تاخد الإجراءات القانونية السليمة اللي تحفظ حقوقها. تفتكر انا عدي التقرير ده كده ونخش على الخبر اللي جاي؟ ما يصح، ما يصحش ابدا. لازم اعلق طالما حاجه خاصه بالمراه. بس يعني كلمه حق هي، اولا انا هتفق مع استاذه انهار في الكلمه اللي هي قالتها، العنف مش فكره بس اللي هو الاذى الجسدي، عشان بس نبقى يعني متفقين. العنف ده بيشمل كل حاجه يا كريم، بيشمل زي برضو ما تحدثوا يعني الضيوف او المتحدثين هنا، فكره من اول ما بتطلع المراه من بيتها لغايه لما بترجع، هل هي امنه ولا لا، بتتعرض لمضايقات ولا لا، بتحصل في شغلها على فرص متساوية ولا لا، كل الكلام ده بيندرج تحت العنف ضد المرأة. فده شيء مهم، ونظرة المجتمع وإلى آخره. يمكن فعلا في الفترة الأخيرة تم إلى حد ما وجود اختلاف ملموس على أرض الواقع بفكرة تغيير الثقافة اللي كانت موجودة شوية في فكرة المرأة لا تصلح لبعض الأعمال وغيره، ولكن دلوقتي احنا بنشوف ده فعلا يعني الواقع هو اللي أثبت أنها تصلح. فكرة كمان الرياضة لو هنتكلم هنا تحديدا، بعض كان بيشوف أن السيدات أو الفتيات لا يصلحنا ان هم يشتغلوا فيه او يمارسوا رياضات معينه، لا ده اثبتنا على ارض الواقع ان ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش رياضه للرجال والسيدات. يعني حتى كره القدم فيها سيدات، في بنتكلم هنا على المستوى الدولي او العالمي، قدروا ان هم يحققوا بطولات والقاب يعني كبيره جدا، وفي تنافسات كمان بتحصل بينهم او رجال وسيدات. يعني فمفيش حاجه اسمها كده، الموضوع لا يتوقف على النوع، الموضوع يتوقف على كفاءه الشخص نفسه. فدي حاجه بس دايما حابين ان احنا نذكر حتى نفسنا بيها. ولو هنتكلم على أرض الواقع، لازم أنا بشوف إن كمان البيت يكون بيربي كده، والمناهج تكون كده. يعني أنا شايف إن هو ده الوسيلة كمان عشان النشء اللي طالع. فمزيد إن شاء الله من يعني تغيير في الثقافات الموجودة القديمة اللي إحنا بنحب إن إحنا إن شاء الله تختلف، عشان هتفرق معانا في الواقع بقى، خلينا نقول كده في المستقبل. وعلى صعيد التفوق النسائي الرياضي، إحنا تقريبا ما بيعديش علينا أسبوع غير ما نكون معانا على الأقل بطلة من بطلات إحدى الرياضات المختلفة وألعاب قوة. كل حاجه صحيح، وكره قدم كانوا معانا برضو، كان معانا في حلقه من الحلقات. وعلى الصعيد طبعا المناصب و و و، فبقينا خلاص شفنا بقى السيده يعني محافظ، وشفناها وزير، وشفناها عمده على فكره في احدى قرى مصر. يعني مش انا مستغرب ان احنا لسه اصلا بنتكلم على النوع ده من انا الأمور. بتفق معاك والله، يعني بتفق معاك، بس للاسف لان لسه في ناس بتفكر كده. بس هو فعلا خلاص احنا عدينا هذه المرحله، ان شاء الله بقى الاجيال اللي جايه فعلا ما تبقاش بتتكلم في النقطه دي خالص. نخش بقى على خبر جميل. خير حذرت هيئة الأرصاد الجوية، وأنا مبسوطة من التحذير ده، إن حالة الطقس هتتعرض البلاد ليها لحالة من التقلبات الجوية، هتشهد خلاله البلاد أمطار، نشاط للرياح، ارتفاع وانخفاض من درجات الحرارة. وكشفت الهيئة العامة كمان للأرصاد الجوية إن من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من اليوم النهاردة وحتى الأربع الجاي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. شوف أنا بقولها غريبة بس أنا مبسوطة. خلينا نشوف درجات الحرارة في التقرير ده ونرجع نكمل.
طيب، وللتعرف على المزيد من التفاصيل الأكثر دقة فيما يتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة، احنا معانا على التليفون الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود، صباح الفل على حضرتك وسعداء بوجودك معانا. صباح الفل يا استاذ كريم، اهلا بحضرتك واستاذ نهاوند. انت عارف يا استاذ كريم، انا حاسس ان استاذ نهاوند فرحانه فيك. فرحه عارمه يا دكتور. اه والله فرحه عارمه يا دكتور، وابتسامه جميله جدا، يعني معناها بتتكلم على اعاصير، ده فاضل لها شويه وتتكلم على براكين بس. القلب. يعني حاجه كده، حاجه مبهجه بالنسبه. طب التفاصيل ايه بقى يا فندم؟ هل فعلا متوقع بقى خلاص ان الاجواء الخريفيه المعتاده في الوقت ده من السنه تبتدي بقى مظاهرها يعني تقل وتظهر شويه بشاير شتويه اكتر الفتره الجايه؟ طبعا، يعني احنا شفنا 10 ايام حلوين جدا وطقس خريفي ممتع جدا خلال الايام اللي فاتت لغايه النهارده، ولكن لكن بقى الاسبوع ده في تقلبات جويه، هيبقى في ارتفاعات في درجات الحراره بالفعل النهارده وبكره، نشاط رياح مثيره للرمال والاتربه، خصوصا طبعا على الطرق المكشوفه والمدن الجديده، الطرق الصحراويه، كل هذه الاماكن بتنخفض معاها مستوى الرؤيه الافقيه بشكل ملحوظ. اصحاب الامراض الصدريه والتنفسيه في المدن الجديده والاماكن المكشوفه يفضل ان هم ما يتعرضوش لهذه الاتربه بقدر الامكان. بالاضافه الى كده، في فرص سقوط امطار النهارده على المنطقه الغربيه، سلوم مطروح اسكندريه، يعني في نهايه اليوم اسكندريه امطار خفيفه ان شاء الله غير مؤثره. بكره تبدا تنخفض درجات الحراره، يعني النهارده لو قلنا على القاهره 27 درجه مئويه، فبكره متوقع ليها ما بين 22 و23، انخفاض حوالي 4 درجات، مع استمرار برضو نشاط الرياح اللي بيدينا احساس ان الجو فيه تراب، برضو في رمال مثاره موجوده على كافه محافظات شمال البلاد لغايه محافظات شمال الصعيد كمان، بالاضافه طبعا الى مدن القناه وسواحلنا الشماليه الشرقيه، كل الاماكن دي والقاهره طبعا على راسهم. تمام. هتبدا فرص سقوط الامطار تتحرك شويه من الغرب ناحيه الشرق، تخش على القاهره محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه الشرقيه، بورسعيد، يعني معظم محافظات الوجه البحري برضو، ولكنها أمطار متوسطة، هتكون الغزارة أكتر على المنطقة الساحلية، السلوم، مطروح، اسكندرية، رشيد، هذه الأماكن هي المعرضة أكتر لغزارة في الأمطار. بتبدأ درجة الحرارة يوم الثلاث تنخفض تاني، يعني احنا قلنا بكرة انخفاض 4 درجات، هتنخفض تاني يوم الثلاث 3 درجات، هنخش في 19، يعني في 48 ساعة هتنزل درجة الحرارة في القاهرة من 27 أو 28 درجة مئوية النهاردة 19. إلى 19 درجة مئوية. أوكي. فطبعا الانخفاضات دي بتخلينا نقول للساده المواطنين ما نقترش في ارتفاع درجات الحرارة النهاردة، ما نحاولش برضو نخفف ملابسنا. الناس اللي لبس شتوي ما تخففش، لأن تغيير الملابس في الفترة دي نزلت برد على طول، وتشابه الأعراض مع كورونا بيخوف الجميع. صحيح. دلوقتي صحيح صحيح. طب أنا عندي سؤال يا فندم مبني على فضول شخصي، وبطبيعة الحال متوقع الإجابة إلى حد كبير، بس برضو خليني أعرفها من حضرتك. لما بتكون في فرص مثلا لوجود عواصف رعدية، أمطار شديدة، النوع ده من الأحداث الجوية، هل بيكون في تنسيق مسبق ما بين حضراتكم وما بين مثلا الأجهزة المختلفة في الأحياء وفي المحافظات؟ طبعا يا فندم، انا كان لازم في البدايه انوه ان الهيئه العامه للارصاد الجويه اصدرت بيان، البيان ده بينا فيه بالتفصيل حاله عدم الاستقرار دي واماكنها وعلى مدار الايام اللي جايه. احنا البيان طالع من النهارده بدايته النهارده لحد ومستمر معانا لغايه يوم الاربعاء، وتم طبعا اذاعته لكافه الجهات المعنيه المسؤوله، وعلى راسهم طبعا غرفه دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء، وهي بتنسق مع كافه المحافظين وكافه الاحياء، واحنا ايضا بالتنسيق مع بعض المحافظات والمحافظين بصفه رسميه وشخصيه، لان طبعا لواء شنطة حر رئيس الهيئه، على تواصل بالتليفون مع المحافظين المعنيين بحاله الامطار الغزيره او بسقوط الامطار الغزيره والعواصف الرعديه. جميل، تمام. احنا سعداء يعني كالعاده بوجود حضرتك معانا، وبنصبح عليك وبنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود، ميرسي جدا لحضرتك. اهو 19 و17 وجو اهو هيسي بقى زي الفل. بس يعني النقطة اللي اتكلم عليها برضو يعني دكتور محمود، ان هي نخلي بالنا وما نقولش ان خلاص درجات الحرارة يعني بقى هتحر دلوقتي او ارتفعت، لا مو هتنخفض تاني، فدايما نخلي في عربياتنا زي ما بنقول جاكيت احتياطي مهما حصل، علشان فعلا البرد والكورونا لو الواحد اتلخبط ما بينهم بتبقى لحد ما نفسيا كان متأثر بشكل سلبي والواحد بيقلق وغيره. يعني خلينا بقى نكمل بحضراتكم، نروح لسباق الفورمولا 1 اللي بدا استعداداته في ابو ظبي، وسجل هنا فالتيري بوتاس اسرع زمن في حصه تجارب ما قبل سباق جائزه ابو ظبي الكبرى للسيارات فورمولا 1، قطع هنا تحديدا المضمار في دقيقه و36 ثانيه و276 جزء من الثانيه. طيب الخبر اللي جاي بقى ليه علاقه بعشاق كره السله،
تحديدا في الدوري الاوروبي. فاز بايرن ميونخ بمنتهى السهوله الحقيقه على اسبل ليون بنتيجه 76-62. الفوز ده رفعه الى المركز الثالث في ترتيب الدوري الاوروبي لكره السله برصيد 9 انتصارات و4 هزائم. كان بالامكان ان يكون فارق النتيجه اكبر من كده بكتير الحقيقه، لكن الالمان تراجعوا في الربع الاخير من هذه المباراه. تعالوا طيب نروح بقى الخبر اللي جاي، هو خبر برضو بيحمل يعني نوع غريب من الحاجات اللي بتحصل بقى في المنافسات. نتكلم هنا عن الملاكمة، وهنا فيها تحديدا بيحصل فيها عملية بقى وزن قبل المنافسات زي ما احنا عارفين، ودايما او معظم الوقت بيبقى فيها خناقات بين المتنافسين. اللي حصل هنا بقى في الخبر ده، تمكن هنا حراس الامن من فض مشادة كانت بين 2 ملاكمين، وبعد ان تحولت طبعا عملية اجراء هنا الوزن لمشادة بينهم، وسعى جوشوا اللي هو بطل العالم في الوزن الثقيل ان هو يدافع عن لقبه والفوز على منافسه البلغاري. وبالمناسبة خليني اقول لحضراتكم المنافسات دي مقرر ان هو بيحضرها تقريبا 1000 متفرج في بريطانيا، ده هيكون لاول مره بقى منذ بدء جائحه كورونا. امال هيعملوا ايه في بعض يوم الماتش نفسه لما العمليه كده؟ موضوع مرعب الصراحه يعني. برضو من المشاهد المتكرره دايما في كل عمليه وزن بين 2 لعيبه مش طايقين بعض غالبا بيكون كده، يعني دايما بنشوف النوع ده من المشاهدات. احنا خلي بالك الموضوع ده يعني اكيد موجود من زمان، بس احنا شاهدناه مؤخرا كتير. انا ما اعرفش هل ده تاثير التوقف اللي حصل او لا، مش عارفه ظروف معينه. في بعض الاحيان والله اعلم، طبعا الناس المتخصصه ادرى مني، بس ساعات مش دايما، ساعات بحس ان فيها جزئيه شو كده يعني في بعض الاحيان، وساعات بتحس ان لا في كره متبادل فعلا ما بين الاثنين. طيب تعالوا بقى نروح لخبر جديد. فاز الفرنسي بنجامين كافيه بسباق كاس العالم للتزلج الحر في السويد بنتيجه 83 نقطه، وجاء الاسترالي برودي سامرز في المركز الثاني مسجلا 81 نقطه، فيما احتل نيك بيج الامريكي المركز الثالث برصيد 81 نقطه. في مخمضه حصلت، في مخمضه جامده في بص الالعاب دي انا بحس ان هي فيها حته كده حلوه جدا اللي هي فكره الادرينالين بقى في الجسم. ده بيعمل احساس حلو جدا، ويمكن كمان لو جربت، انا رحت السكاي دايف اللي احنا رحناه من فتره في الاهرامات، موجوده يعني مع الكرو هناك، بس للاسف ما جربتش. انا شفت الصور على زملاء جربوا، بتقول ان اليوم ده كان جميل، تحفه تحفه يعني. السكاي دايف داخله مصر وهتعمل شغل عالي جدا. الله، عايز اقول لك يعني بجد، بس انا كان نفسي اجرب، بس ما كان لازم نحجز قبلها وحاجات كده، بس في زملاء لينا جربوا على الاحساس اللي هم بيقولوها. طبعا لا والله، بس انت بتجرب مع حد يعني مش انت لوحدك، بنفس الباراشوت بتاع الحد، بنفس الباراشوت بتاعه، بس قبلها كمان بيديك انستراكشنز، توجيهات ازاي يعني المفروض تبقى قاعد ازاي، وهم بنازلين على الارض ازاي، يعني كل الانستراكشنز دي بتاخدها. بس يعني عايزه اقول لحضراتكم الاحساس اللي هم كانوا بيوصفوه لنا رائع. انا فالرياضات دي فعلا بيبقى فيها كده جزء حلو. هستنى اشوف بقى عرض الايفنت ده هيكون عامل ازاي. نفسي تجربه انت. لا أوه. انا خفيف، انا هطير يعني، مش هيعرفوا يقفشوني وينزلوني على الارض. طيب تعالوا بقى نروح نكمل اخبارنا واهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المصريه والعربيه والعالميه مع الزميله العزيزه مريم سميح من داخل جريدة اليوم السابع. مريم صباح الخير عليك. بصبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يوم جديد، جولة صحفية جديدة من مقر جريدة اليوم السابع. النهاردة أغلب الصحف طبعا تناولت، وأغلب الصحف المحلية على وجه التحديد، أنه النهاردة هيكون بداية موسم جديد للنادي الأهلي، اللي بصراحة قدم موسم ماضي أكثر من رائع، واستطاع أنه هو يحقق فيه ثلاثية. ولكن النهاردة طبعا الأغلب العناوين تناولت أنه النهاردة هيكون بداية موسم قوي ايضا للنادي الاهلي امام مصر المقاصه. من موقع سوبر كوره، الاهلي يبدا حملته للدفاع عن لقب الدوري اليوم امام مصر المقاصه، ويعني تناول التقرير انه النهارده بيستهل فريق الاهلي بداية مشوار جديد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7:30 على استاد الأهلي والسلام أمام نادي مصر المقصة. وكمان قال التقرير أنه ده هيكون ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة 62، واللي حقق منها الأهلي 42 بطولة، وده طبعا رقم قياسي كبير. كمان قال أنه بيدخل المارد الأحمر النهاردة مباراة الليلة متسلحا بثلاثية بعد ما حقق طبعا الدوري 42
المتابعين وكمان كأس مصر وكمان دوري أبطال إفريقيا. كمان من موقع يلا كورة، الأهلي بيبدأ حملة الحفاظ على لقب الدوري من حيث احتفل بال42. تناول طبعا يعني التقرير أنه النهاردة الأهلي يعني بيعيش فترة سعيدة جدا، وداخل النهاردة مباراة اليوم يعني معنويات مرتفعة جدا، سواء على مستوى الجهاز الفني وكمان على مستوى اللعيبة. وكمان تناول التقرير أنه المباراة الأولى أو الأخيرة عفوا اللي جمعت ما بين الأهلي ومصر المقصة، يعني نفذ فيها مصر المقصة ممر شرفي للاحتفال بالنادي الأهلي بعد حصوله على الدوري في نسخته الـ42. كمان من بوابة أخبار اليوم، الليلة الأهلي بيبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام المقصة. يعني كان في عناوين فرعية لهذا التقرير، أنه موسيماني جاهز بكل الحلول وإيهاب جلال بيتحدى البطل. كمان قال التقرير من بوابة أخبار اليوم أنه نسخة جديدة من البطولة المفضلة للمارد الأحمر، ولكن مباراة الليلة بتقطع كل أجواء الاحتفال طبعا اللي كانت مستمرة على مدار الأيام الماضية، وكمان هتقطع أجواء يعني الأفراح وليالي الملاح، وهيبقى في موسم لازم الأهلي يركز فيه بكل ما عنده علشان يحصد اللقب الـ43. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وفي الفاصل كده وأنا بقرأ برضو الحاجات اللي بتتبعت على تويتر من حضراتكم. حد كان بيقول يا كريم لما كانت زميلتنا هنا أبو القاسم بتتكلم عن الفود كورت الجديدة اللي فتحت في فرع مدينة نصر، بيقول لنا أنتوا لازم أنت وكريم يا أستاذة نهاوند تيجوا بجد، هتنبسطوا جدا وعزمنا هو على الغداء. الله الله دايما عامل يا برنس، دايما عامل. فإحنا لا إحنا كده كده لازم إن شاء الله نروح الفرع ده، لأن ده يمكن أنا وأنت الفرع اللي إحنا ما رحناهوش، فإن شاء الله قريب نروح ممكن مع افتتاح بقى الجراج، يعني كمان تبقى مناسبه جميله زي الفل. فخلينا دايما كده ايه حاطين ده يعني في دماغنا. نكمل بقى مع حضراتكم، والنهارده 13 ديسمبر كان عيد ميلاد كابتن شريف عبد المنعم، بنقول له طبعا كل سنه وانت طيب يا كابتن، وهو نجم الاهلي طبعا في منتصف السبعينيات واوائل الثمانينيات في القرن الماضي، خرج من صفوف قطاع الناشئين بالاهلي وضم المجري هدكوتي للفريق الاول، ده كان عام 1977 واستمر لغايه عام 1985. يعني كابتن شريف من الناس الجميله جدا كمان على المستوى الإنساني حقيقي، ودمه خفيف جدا وروحه حلوة. فكل سنة وحضرتك طيب يا كابتن كده، وإن شاء الله سنة مليئة بالنجاحات بإذن الله مع الأهلي. يا رب إن شاء الله عقبال مليون سنة، وبنقول لك يعني ربنا يسعد أوقاتك دايما كابتن شريف، من الناس الجميلة جدا. طبعا الجدير بالذكر أن كابتن شريف عبد المنعم في مسيرته أحرز 26 هدف ساهموا في فوز الأهلي ب 14 بطولة مختلفة، من بطولات الدوري العام والكاس وبطولتي أفريقيا لأبطال الدوري ولأبطال الكؤوس. والجدير بالذكر كمان انه احرز اول اهدافه امام احدى الفرق الصوماليه في بطوله افريقيا الابطال الدولي يوم 10 ابريل من عام 1977. بنجدد التهنئه مره ثانيه، كل سنه يعني بحضرتك طيب وعقبال مليون سنه. وتعالوا نشوف تقرير رسائل الجماهير للكابتن شريف عبد المنعم، ثم فاصل ثم عوده مره ثانيه. اتفضل. بقول لك كابتن شريف كل سنه وحضرتك طيب، وسنه سعيده عليك ان شاء الله وعن كل اللي فات، وربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يكرمه، واقول كل سنه طيب وعقبال 100 سنه قادمين. كل سنه وانت طيب، وهو حد بيحب النادي جدا، بيحب الكيان جدا، بس نستمتع بيه في الاستوديو التحليلي واللي على طول نتفرج عليه مع الكابتن ايمن شوقي. كل سنه وانت طيب يا كابتن. كل سنة حضرتك طيب، وطبعا انا ما تابعتوش كلاعب كوره، لكن انا عارف ان هو بيحب النادي، فبقول له كل سنه طيب. كل سنه وهو طيب، يا رب دايما بصحه وعافيه كده يا رب ان شاء الله، وربنا يبارك لنا فيه يا رب. طبعا احنا من نفس الجيل، كل سنه وهو طيب ودايما يكون في صحه وعافيه يا رب، ودايما يكون في خدمه النادي الاهلي. ربنا يعودها عليه الأيام بخير، وكل سنة وهو طيب. شيري من الناس المخلصين اللي هم رجالة في الملعب وبره الملعب. كل سنة طيب يا كابتن شريف وعقبال مليون سنة.
كل سنة هو طيب وعبان لمليون سنة إن شاء الله. كابتن شريف من الناس المخلصة جدا للنادي الأهلي وراجل من الناس المحترمة جدا يعني. كل سنة طيب كابتن شريف، وزي ما امتعتنا كده احنا بنحب نوجه لك ونقول لك ألف شكر ليك، وبنقول لك كل سنة وانت طيب وعبان لمليون سنة. يمكن كابتن هاني العجيزي بنشوفه حضراتكم بتتابعوه في القناة من خلال الاستوديو التحليلي، ولكن هنا معانا في 10 الصبح في الأهلي الموضوع مختلف. احنا بنحب نتكلم عن الشخص نفسه او عن اللاعب نفسه ونروح للجانب الانساني ونتكلم عن الذكريات. طبعا زي ما التقرير تحدث يعني كابتن هاني من 2008 ل 2011 تحديدا في النادي الأهلي، وبرده في ذكريات وفي كمان ماتش الودي اللي كان بين الأهلي وبارسا، عايزين برده نعرف الجول اللي حققه كابتن هاني. طب كواليس كتيره جدا هنتكلم معاه فيها، خلينا بس نرحب في البدايه بيه كابتن هاني العجيزي. صباح الخير ومنورنا في 10 الصبح بقى. صباح الخير يا نوال، صباح الخير يا كريم، وانا سعيد اني موجود معاك، وصباح جميل على كل الاهلاويه ان شاء الله. احنا سعداء ومتشرفين بوجودك معانا، والحقيقه يعني مسيره حافله في وقت زمني مش طويل، ولكن العديد من الانجازات سواء محليه او افريقيه، مشاركه في كاس العالم للانديه، هدف جميل ولا اروع في البرشلونه. دايما في مسيره اي لاعب بيبقى فيه أهداف معينة تحسها منورة قوي وعمرها ما تتنسي، يعني بتخيل إن هدفك في برشلونة واحد من الأهداف دي. أكيد طبعا، أكيد يعني برشلونة طبعا فريق كبير وفريق عالمي، والميزة في الهدف ده إن أنت جبته وأنت في النادي الأهلي، يعني دي حاجة طبعا كبيرة جدا بالنسبة لي، ولو ما كنتش في النادي الأهلي ما كنتش لاعب برشلونة طبعا. يعني النادي الأهلي الوحيد في أفريقيا هو المرشح دايما رقم واحد إن هو يلعب الأندية العالمية زي بايرن ميونخ، زي كاس عالم الانديه لما كنا موجودين، زي مانشستر برضو كانوا موجودين في البطوله في 2008 كان مانشستر موجود. فالنادي الاهلي دايما يعني موجود في المحافل الكبيره دي اللي هي كاس عالم الانديه، طبعا هو طبعا على طول بياخد بطوله افريقيا، فطبيعي هو المرشح الاول للبطولات الكبيره دي يعني. فطبعا ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي دي حاجه كويسه جدا، وحاجه بتفتح لك حاجات كتير قوي وبتوصلك للعالميه يعني زي ما احنا عارفين. طيب نروح بقى للاهلي، يعني انت كابتن لعبت تقريبا 24 مباراه مع الاهلي وحرزت فيهم تقريبا لو المعلومات صح 4 اهداف. نتكلم عن الفتره دي مع الاهلي تحديدا والانتقال اللي حصل والتجربه داخل الاهلي، وفكره هنا كمان يعني الروح اللي احنا دايما بنتكلم عنها، روح الفانيلا الحمراء اللي بتختلف، خليني اكون صريحه وكلنا عارفين ده، عن اي نادي تاني. طيب اول حاجه طبعا الانتقال، طبعا انا كنت في نشئين الزمالك، بعد كده مشيت رحت بلديه المحله قعدت سنه واديت بشكل كويس في السيزون دوت. النادي الاهلي كلمني وطبعا ما يعني ما ترددتش في ثانيه، ما ترددتش في ثانيه طبعا ان انا العب في نادي كبير زي النادي الاهلي، وفعلا الحمد لله يعني كانت امنيه من امنيات حياتي ان انا ابقى موجود مع جيل كبير زي ابو تريكه وبركات مع حفظ الالقاب طبعا والجمعه وعماد النحاس وفلافيو ومتعب، يعني جيل قوي جدا. صح. هي كانت مجازفه بالنسبه لي، بس انا كنت حابب التحدي دوت، فجيت الحمد لله النادي الاهلي وشاركت يعني لحد ما شاركت طبعا، لان كان فلافيو ايامها كان فورمه وكان توب هو وعماد متعب، والسنه اللي بعدها كان كمان موجود بلال ومحمد فضل، فكانت اسماء كبيره جدا في الوقت ده، والوقت ده كنا تقريبا بناخد كل البطولات اللي بندخل فيها، فكنت انا برضو لسه صغير يعني 21 سنه. فطبعا كانت حته المشاركه دي كانت تبقى صعبه شويه بالنسبه لي، بس الحمد لله يعني قدرت لحد ما الماتشات اللي انا كنت بشارك فيها كنت بادي بشكل كويس، لحد ما جالي اصابه بالسنه الثانيه مع كابتن حسام البدري بعد ما مستر منى وجوزيه مشي، فقعدت فتره كبيره ما كنتش بلعب، فقررت ان انا اطلع عاره ورحت نادي الاتحاد السكندري وعملت سيزون كويس برضو ايامها. بس هي دي السنتين اللي عدتهم في النادي، بس الحمد لله يعني خدت بطولات مع النادي الاهلي الحمد لله، وانا سعيد في البطولتين يعني بالسنتين اللي انا عدتهم في النادي الاهلي دول، بالنسبه لي كاني قعدت 10 سنين يعني، فانا فخور ان انا فعلا قعدت في النادي الاهلي سنتين يعني. انت فعلا يعني شاركت مع النادي الاهلي وشاركته كمان في الحصول على الكثير من البطولات محليه وغير محليه، وتميزت برغم ان كل اسم الاسماء اللي انت قلتها كابتن هاني كل اسم اتقل من الثاني، وانت على حد تعبيرك كنت لسه صغير، ومع هذا سجلت اهداف وسبت بصمه مميزه جدا. انت بتنتمي يعني لجيل من لعيبه النادي الاهلي، او لعبت مع جيل من لعيبه النادي الاهلي اللي هم الحقيقه ما فيش يعني لا غبار عليهم، ما فيش مساحه للاختلاف في وجهات النظر حول
الجودة بتاعت لعبهم وتميز أسمائهم في تاريخ النادي الأهلي لكرة القدم. ذكرياتك إيه مع اللعيبة؟ ذكرياتك إيه؟ مين اللي كان فعلا يعني إيه في دايما وان تو كده بينك وبينه بعيدا بقى عن الملاعب؟ بكلمك على الصعيد الشخصي والإنساني. إحنا الفترة دي كان طبعا كابتن وائل جمعة وكابتن أبو تريكة وبركات والناس دي كانوا طبعا بيبقى يعني إيه هما كده مجموعة مع بعضهم، واحنا كنت انا وإينو مثلا وحسام عاشور ومحمد سمير وسعد سمير كان برضه سعد كان لسه السنة اللي بعدها جه طلع يتمرن مع الفريق الأول. فهي كانت مجموعة كده، كان يعني انت صعب برضه ان انت تهزر مع الأسماء دي في الوقت اللي احنا كنا فيه، لأن كان طبعا كان الأسماء كانت حاجة ما شاء الله يعني أبو تريكة وبركات والناس دي. فالوحيد اللي كان بيفك شويه معانا كان بركات، لان طبعا بركات دمه خفيف جدا. وكنا بنهزر معاه على طول، فهو يعني كان هو الوحيد القريب مننا. وبرده كابتن ابو تريكه برده كان يعني ابو تريكه كان دمه خفيف على هادي بس اوقات لان طبعا ابو تريكه برده في الماتشات بيبقى مركز قوي اكتر من بركات. ف هي المجموعه بصراحه كلها يعني حتى لما كان حد بيجي يهزر مع حد ما كانش حد بيصده، كان في روح كويس قوي بيننا وبين بعض. ما كانش في كان في احترام بين الصغير والكبير وكل حاجه، لكن في اوقات الشغل خلاص ما فيش هزار. وده دليل ان احنا في السنين اللي كانت موجوده فيها الجيل ده خدنا بطولات كتير جدا، وده مش بيجي من فراغ طبعا يا كريم. طب مين استقبلك بقى لما صعدت من الناشئين للفريق الاول؟ يعني كابتن سعد سمير كان بيتكلم ان كابتن بركات هو اول واحد قابله قعد يتكلم معاه، وقصه حكوها يعني قصه تضحك بصراحه. بس مين بقى استقبلك اول ما دخلت؟ كان ابو تريكه. ابو تريكه من نوعيه اللعيبه اللي كان بيجي بدري جدا، وانا اليوم ده طبعا اول يوم ليا في النادي الاهلي، فطبيعي ان انا هروح بدري عشان ما اتاخرش يعني. فرحت ودخلت قعدت لوحدي، فابو تريكه جه اول واحد ودخل فشافني قال لي ازيك يا هاني وبتاع، سلمت عليه وقال لي انت لعيب كويس وان شاء الله تبقى اضافه كبيره لينا، وانت لما كنتش كويس ما كنتش هتيجي النادي يعني. بس فايوه ابو تريكه كان اول واحد قابلته في النادي. وبعد كده بقى يعني الميزه يا نهاوند ان انت لما بتروح النادي الاهلي اول مره ما بتحسيش ان انت غريبه، بتحس ان يعني بتدخلي جوه الجروب بسرعه جدا. بتخش جوه الجروب بسرعه جدا، واللعيبه ما بتحسسكيش ان انت لسه جايه جديده او لعيب جاي من نادي تاني. بتدخلي الاجواء بتاعه النادي الاهلي بسرعه جدا، ودي ميزه برده موجوده في النادي الاهلي مش موجوده في اي نادي تاني. صحيح. انت يا كابتن هاني برده شاركت في مجموعه كبيره الحقيقه من المباريات المهمه، بس انا عايز اروح معاك للمباراه الاهم بالنسبه لك انت، المباراه الاهم من وجهه نظرك انت. مباراه برشلونه طبعا. برشلونه يعني ملهاش حل. هي كانت مباراه وديه بس برضو يعني كان ليها اهميه كبيره بالنسبه لنا طبعا، لان اي يعني حلم لاي لاعب ان هو يلعب برشلونه او يلعب ريال مدريد او يلعب بايرن ميونخ، فان انت تبقى موجود في الوقت ده وتلعب بطوله كبيره. كان معانا توتنهام ايامها برضو وسيلتك الاسكتلندي، كانت بطوله جامده جدا. وان انت تلعب ماتش زي ده، وكمان انا الماتش اللي قبله كان عندنا سيلتك وما كنتش بادئ، كنت نزلت اخر ربع ساعه. فالكابتن حسام البدري كانت اول سنه لي يمسك فيه، فجينا الماتش الثاني برشلونه فلقيته مبدأني، عارف انت بقى اللي هي ايه يعني خضه صعبه جدا يعني. طبعا انا ما كنتش متخيل خالص ان انا ابدا ماتش بحجم ماتش برشلونه في ويمبلي لو جبت جول جميل الحقيقه. جول مزيكا يعني في توفيق من ربنا احمد. هل النظره ليك اختلفت او تقييمك اختلف في عيون الاخرين بعد الهدف ده؟ والله انا حسيت يعني انا قلت بقى ايه الواحد ياخد وضعه بقى وبتاع والجو ده. فطبعا بس مفيش حاجه اسمها كده في النادي الاهلي يعني. فلا كان ماتش حلو قوي، ويعني لولا اصابه امير عبد الحميد الماتش ده وخرج كنا عملنا ماتش كويس، لكن طبعا ميسي نزل الشوط الثاني خلص القصه يعني. بس طبعا من الماتشات المهمه في حياتي اللي انا عمري ما انساها يعني. الانتقالات كابتن هاني في كذا مكان قبل الاهلي او نهايه مع الاهلي فرقت، ولا حضرتك شايف يعني بالعكس لو كان البدايه والنهايه في النادي الاهلي كان ممكن تبقى مختلفه؟ انا كنت اتمنى ان انا انهي حياتي في النادي الاهلي بصراحه يعني ما انكرش، لان النادي الاهلي فعلا من الانديه القليل جدا او الانديه الوحيده اللي انت ممكن تحس فيها ان انت بتلعبي في نادي كبير ونادي شعبيه ونادي بطولات طبعا قبل اي حاجه، لان طبعا انت النادي الاول واخر انت بتاخد كام بطوله في السنه يعني. النادي الاهلي طبعا انا عايز ابارك طبعا لجمهور النادي الاهلي كله على السنه الجميله اللي احنا قضيناها السنه اللي فاتت واحرزنا الثلاثيه، وان شاء الله باذن الله تكمل عندنا السوبر المصري والسوبر الافريقي ان شاء الله. فطبعا يعني حصل مشاكل كثيره في السيزون دوت، وحصل
مشادات كتيرة جدا اسكنت على السوشيال ميديا او صح. كان سيزن صعب جدا خلينا نقول فعلا, فعلاً بس الحمد لله في النهايه كانت او نقول ان هي كانت اهلاويه اكيد طبعا اكيد حاجة. اكيد طبعا يعني فطبعا مبروك لكل الشخص ينتمي للنادي الاهلي وانا سعيد جدا ان احنا نكون اول سنه يعني الجروب بتاعنا كله بتاع القناه موجود اول سنه والحمد لله يعني انا بقول وشنا حلو كابتن هاني والله لو تتفق معايا والله دي حقيقه الناس كلها في الشارع بتقابلنا فعلا بتقول الكروب كله اللي موجود بيقول الناس يعني وشكم حلو علينا وان شاء الله باذن الله البطولات اللي جايه ان شاء الله تبقى من نصيبنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله انا هستاذنك كابتن هاني بس نقف عند النقطه دي لان احنا معانا على التليفون ومن داخل مقر اقامه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي عشان نطمن من خلاله على اخر الاستعدادات. الو يا شريف اهلا بيك اتفضل. تحياتي ليك او صباح الخير بقى صباح الخير كريم صباح الخير نهوان صباح الخير النجم نجوم النادي الاهلي طبعا سوبر ستار هاني العجيزي صباح الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي من فندق اقامه النادي الاهلي موجود في التجمع الخامس خليني الاول اقول لك الحركه المروريه يمكن كوبري 6 اكتوبر في الاتجاهين عليه كثافه مروريه كبيره جدا اللي نزل مشوار لوسط البلد او المهندسين لازم ينزل بدري شويه لان في كثافه كبيره جدا مروريه ولكن في مدينه نصر ومصر الجديده حدث ولا حرج الانشاءات والتطوير الشوارع والكباري كثيره جدا في مدينه نصر سيولة مرورية كبيرة جدا التجمع الخامس أيضا فيه سيولة مرورية كبيرة جدا فما شاء الله يمكن التطوير اللي بيحصل في شوارع جمهورية مصر العربية حاجة تدعو إلى الفخر يمكن من معسكر النادي الأهلي بقى وبإذن الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم وبطولة جديدة بطولة الدوري الممتاز الأهلي حامل اللقب فبنستعد بإذن الله للبطولة رقم 43 النهاردة برنامج النادي الأهلي بدأ في التاسعة والنصف صباحا كانت وجبة الفطار الغداء هيكون الساعة 1:30 المحاضرة هتكون الساعة 4 السناكس الساعة 4:30 التحرك هيكون الساعة 5:30 طبعا المباراة هتكون في استاد الأهلي والسلام في 7:30 يا رب بإذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الأهلي ويقدر نفوز على فريق المقصة فريق العنيد اللي معاه مدير فني كبير النهاردة بيحكم اللقاء حكم ساحة إبراهيم نور الدين مساعد أول شريف عبد الله مساعد ثاني أحمد نوفل حكم رابع حسين إسماعيل حكم فيديو محمود سوقي ومساعد فيديو عاطف حسين النهاردة غيابات النادي الأهلي كتير شوية حسين الشحات أجايي مروان محسن وليد سليمان أحمد ريان بيكهام يمكن ربنا يوفق بإذن الله 21 لعيب اللي موجودين في قائمة المباراة النهاردة وبإذن الله يكونوا مركزين امبارح مستر موسيماني بعد أو قبل بداية المران كان في محاضرة فيديو وفرجهم على فريق المقص يمكن نتكلم على نقاط القوة نقاط الضعف الفريق المقص وطلب فريق النادي الأهلي بالظهور بشكل جيد جدا أمام المقص وحذرهم من خطورة فريق المقص حذرهم من البدايات ولازم نبدأ قوي لازم زي ما فنشنا اقوياء نبدا اقوياء باذن الله يا رب النهارده يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي معاكم لو في اي استفسار كريم نهاوند لا والله انت ما سبتناش مساحه لاي استفسارات انت دايما كالعاده انت وكل زملائنا مراسلي قناه النادي الاهلي دايما عندكم معلومات كافيه ووافيه بنشكرك شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي وعوده لكابتن عجيزي بس هستاذنك خلي العوده دي بمجرد ما احنا كمان نرجع من الفاصل كابتن هاني عجيزي اول حاجه انت راجل محترم والنادي الاهلي عايز الناس اللي زيك يعني انت ضيعت شويه في الزمالك ولعبت في الزمالك بس انت لما جيت الاهلي الاهلي نور كنت فرويد ممتاز واخلاقك وطبعك وتربيتك تربيه النادي الاهلي من احسن الناس اللي لعبوا في النادي الاهلي وفي كل جون وفي برشلونه هو لعيب كبير وربنا يخليه ويديله الصحه ان شاء الله والله كابتن هاني في وقت من الاوقات كان واحد من اللعيبه وتيشيرت النادي الاهلي ولاعب من اللعيبه الممتازه جدا واتمنى ان هو في يوم من الايام يكون موجود جوه النادي جوه منصب او حاجه وان شاء الله بالتوفيق. كابتن هاني كان فرود من الفراوده الطوال زي عماد متعب زي كابتن حسام حسن كان من الفراوده الطوال في وقته وكنا نتمنى يعني نشوف منصب ان شاء الله عن قريب في النادي جوه النادي يبقى ليه منصب في الفريق. كابتن هاني العجيزي لعيب كبير ولعيب محترم اي نعم هو ما عادش معانا في النادي الاهلي كتير بس ساب علامة في النادي الأهلي في السنتين اللي قعدهم وراجل محترم وهو ومحلل في قناة الأهلي كمان ولعيب كبير يعني ولعيب عظيم يعني هاني العجيزي طبعا التاريخ بتاعه هو اللي اتكلم عنه انا مش هقدر طبعا اديله حقه وكان ليه دور كويس قوي جدا في الأهلي حتى لما ساب الأهلي ومشي من الأهلي بطريقة محترمة وبرضه كان ليه تاريخ محترم جدا في الأندية اللي لعب فيها كابتن هاني العجيزي يعني غني عن التعريف الناس كلها عارفاه هو اي نعم قضى فترة مش كتيرة قوي بس لا ساب علامة أكتر من ناس كتير قضوا فترة كتيرة في النادي الأهلي وراحوا الفرق منافسة للنادي الأهلي بس كابتن العجيزي غني عن التعريف يعني الناس كلها عارفاه
احنا يعني اتكلمنا فكره هنا لاعب بيسيب بصمه الناس مش بس بتفتكره، لا بتفتكر له كمان يعني الاجوال والكواليس وغيره. وزي ما كان في حد من الجمهور بيتكلم كابتن هاني بيقول لك ما عادش غير مثلا سنتين، ولكن يعني من اللعيبه اللي بيشهدوا ليهم بجد يعني بسيره كويسه ولاعب محترم، فدي حاجه اعتقد مفروض ان هي هتسعدك طبعا. يعني شعورك ايه بتسمع حاجه زي كده؟ والله انا سعيد جدا طبعا بكلام الناس الاهلاويه الجمال اللي اتكلموا عليا بشكل كويس. انا فعلا لما بمشي في الشارع والناس بتعتبرني ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي، ده بتبقى حاجه فعلا كبيره بالنسبه لي جدا. انا فعلا ما عدتش الا سنتين في النادي الاهلي، بس الحمد لله يعني الناس كلها يعني الناس كلها بتقابلني في الشارع بيقولوا يعني بيعتبروني ان انا واحد من ابناء النادي، والحمد لله يعني الحمد لله. انا حتى لما مشيت من النادي الاهلي عمري ما كلمت عن النادي وحش او عمري مثلا اسات للنادي، لا بالعكس. انا فعلا لان انا فعلا السنتين اللي قعدتهم اتعلمت حاجات كتير قوي في النادي الاهلي، وحاجات شفتها في موجوده في النادي ما شفتهاش في نوادي كتير بره. انا لعبت في نوادي كتير قوي، وفعلا فعلا اللي انا شفته في النادي الاهلي مش موجود في اي نادي تاني. علشان كده انا لما مشيت من النادي فضلت ان انا اتكلم عن النادي الاهلي كويس، وحتى كنت بدافع عن النادي الاهلي كتير. انا مش عايز اتكلم طبعا لان الناس كلها عارفه اللي انا كنت بتكلم ازاي عن النادي، لكن انا فعلا السنتين اللي قعدتهم في النادي دول بالنسبه لي اكتر من 10 سنين، وانا فعلا فعلا فخور ان انا موجود في كيان زي كيان النادي الاهلي يعني. عايزين نعرف منك بقى بالتالي تعريفك انت ومفهومك انت الشخصي ورؤيتك للجمله اللي دايما بنتوارثها جيل ورا جيل، يعني سواء مشجعين سواء لعيبه، فكره روح الفانيلا الحمراء. ايه هي روح الفانيلا الحمراء من وجهه نظرك؟ والله كمان انا كنت لسه بتكلم في النقطه دي من يومين مع حد صاحبي، يعني بنتكلم على النادي الاهلي والتيشيرت النادي الاهلي. فعلا لما كنا بنيجي نال مثلا حد يجي يلعبنا بتحس فعلا ان في رهبه، يعني بيبقى في خوف فعلا في عيون اللعيبه، ودي فعلا حقيقه مش كلام. فعلا النادي الاهلي روح الفانيلا للنادي الاهلي، روح الفانيلا بتاعه النادي الاهلي دي فعلا فعلا موجوده، مش كلام وخلاص او الناس بتقول اي حاجه وخلاص، لا فعلا روح النادي الاهلي او روح فانيله النادي الاهلي دي ما حدش هيحسها الا لما اكون لبست التيشيرت بتاع النادي الاهلي. لما بتنزل تلعب ماتش وتلاقي التيم اللي قدامك خايف منك، هي دي روح النادي الاهلي. لما بتنزل وتفضل تلعب لحد الدقيقه 94 و95 دي مش موجوده في اي فريق في العالم، ان انت تفضل مثلا حوالي اكتر من 5 سنين تفضل تكسب بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه، وان انت تكسب في اخر دقيقه دي مش موجوده. ممكن تحصل في مره ماتش في 10 ماتشات، لكن انت على طول على طول على طول. ده طبعا زي ما انت قلت يا كريم بتوارث للناشئين الصغيرين قد ايه ان انت تبقى بتحافظ على التيشيرت اللي انت لابسه، وقد ايه قيمه التيشيرت اللي انت لابسه بتاع النادي الاهلي. وعلى فكره قيمه كبيره جدا. ذكر ان روح النادي يعني روح الفانيلا الحمراء او روح النادي الاهلي موجوده كمان عند جمهور النادي الاهلي. ده حقيقه فعلا. يعني بيتسم بنفس الروح ونفس الثبات الانفعالي ونفس الثقه، يعني لغايه اللي بتوصلنا للدقيقه 90 وبرده في ثقه، ما تبقاش عارف يعني تمسك لها اول من الاخر. أيوة صح. وتلاقي صح دايما. حتى المنافسين يبقى قاعد يقول لك مثلا بعد الدقيقه 90 يقول لك لا ما لسه الماتش ما خلصش. دي فعلا حقيقه يعني، ودي ده طبعا يعني اللعيبه اللي موجوده يعني التوارث اللي انت قلت عليها كريم، اللي هو من اجيال لاجيال وجيل لجيل والكلام ده كله، طبعا ده مش من فراغ فعلا. لان احنا كلعيبه لما بنيجي نشوف الجيل اللي قبلنا كان بيأدي ازاي وكان بيموت نفسه ازاي وكان ازاي بيلعب بروح، فانت غصب عنك اوريدي لازم تنزل لازم يعني تلعب اكتر منه، يعني تموت نفسك اكتر منه. وده اللي بنشوفه دايما في اي جيل بيجي النادي الاهلي. يعني شفت الكابتن خطيب كان بيتكلم على الجيل اللي موجود، بيقول ان هم جيل فعلا محترم وجيل لعيبه كويسه جدا وجيل خامه كويسه، وهي دي الخامه اللي النادي الاهلي محتاجها او اللعيب محتاج النادي الاهلي عشان يوصل للكارير ده او يوصل للبطولات اللي هو بياخدها. فده طبعا الحاجات دي كلها غير طبعا المبادئ والقيم والحاجات كلها اللي احنا عارفينها، فالحاجات دي كلها بتصب في جمله واحده هي روح التيشيرت النادي الاهلي. هروح بقى معاك كابتن هاني عشان كمان نلحق الوقت والموسم الجديد للدوري، وهل توقعاتك كده ان برضو المنافسه هتنحصر في الاخر ما بين اهلي وزمالك، ولا ممكن نشهد مثلا فرق من الصاعدين مؤخرا زي مثلا سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي؟ يعني خلينا نعرف كده وجهه نظرك. انا شايف ان البطوله السنه دي قويه جدا، البدايه بتاعت البطوله فعلا البطوله تحس ان هي فعلا في انديه كتير دعمت بشكل كبير جدا، من ضمنهم سيراميكا ومن ضمنهم البنك الاهلي
والنادي الاهلي برضو جاب صفقات كويسه جدا. النادي الاهلي عنده ميزه ان هو بيجيب الناس اللي هو محتاجها، بيجيب الاماكن اللي هو او اللعيبه اللي هو محتاجها فعلا، مش زي الانديه، مش زي زمان. يعني زمان كنت تجيب وخلاص وتفضل موجود معاك اللعيبه، لكن دلوقتي النادي الاهلي انا شايف ان هو التدعيمات بتاعته منطقيه جدا جدا جدا، جايب اللعيبه فعلا اللي هو محتاجها، اذا كان بدري بنون، اذا كان محمد شريف، طاهر، محمد طاهر طبعا مش عايز انسى حد، وطبعا الاعارات اللي رجعت ناصر وصلاح محسن، اللعبة دي كلها لعبة مهمة جدا. والراجل لما فكر ان هو يرجعهم تاني اكيد هو عارف هو محتاجهم امتى ويحتاجهم ازاي. وفعلا شفنا في ناس لعبت، طهر لعب الماتش اللي قبل النهائي، وفي لعبة كتير، وبدر بنون لعب النهائي مع ان كانت يعني كلنا استغربنا ان الراجل لعبه في ماتش مهم زي ده. فانا شايف ان الراجل فعلا دارس كويس قوي وعارف هو عايز ايه وشغال بشغل احترافي كبير جدا، وده اللي بيخليه ان هو ماشي كويس وبياخد بيكسب بطولات كلها. لكن الفرق الثانيه طبعا كلها انا شايف ان في سيراميكا يعني عمل مفاجاه برضو امبارح وكسب، بنك الاهلي تعادل امبارح من كابتن محمد يوسف، تعادل مع كان مين بنك الاهلي مش فاكر كان مع مين، برضو عمل ماتش مع وادي دجله، كان خسران لحد دي 94 برضو جاب جول في الدقيقه الاخيره. ففي منافسه كويسه يعني، في 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 بشاير كده بتدل ان الدوري السنه دي هيبقى كويس. لكن طبعا في الاول والاخر طبعا النفس الطويل هو اللي بيحكم، يعني ودايما في مفاجآت في الكره يعني، اكيد طبعا اكيد دوارد يعني دوارد. طيب احنا كنا في الانترو او في الفقره الاخباريه معانا كنا بنهني كابتن شريف عبد المنعم عشان النهارده عيد ميلاده، كل سنه وهو طيب مره ثانيه، وهو معانا على التليفون. كابتن شريف نجم الاهلي السابق، صباح الخير في البدايه على حضرتك. صباح الخير يا نوان، صباح الخير كريم، صباح الخير يا هاني، منور الدنيا يا هاني. صباح الخير يا كابتن شريف، وحشني. وانت كمان والله. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. لو تابعتنا في الانترو احنا كنا بنهني حضرتك دايما، ده هو كده العيد ميلاد، ده كده اصبح عيد ميلاد بجد يعني. لا احنا لسه عايزين نحتفل ونخرج وتعزمنا يعني بمناسبه عيد ميلادك كابتن شريف. لو خلصتوا جيتوا على الاستوديو النهارده هنعمل الله 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 الله، يعني مكلفين جامد يا ابو الكباتن النهارده. لا ايمن شوقي كان عيد ميلاده من كام يوم برضه، فانا عايز اعمل له برضه نقول له كل سنه وهو طيب وعامل مليون سنه. كل سنه وهو طيب، فان شاء الله النهارده الفوز على اول مباراه في الدوري باذن الله تبقى عيد ميلاد بجد يعني باذن الله. ان شاء الله ربنا يسعد لك ايامك يا كابتن شريف، انت من الناس الجميله المحبوبه، ويا رب كل الخير ليك يا رب. يا رب لينا كلنا، وانتم وشكوا حلو على القناه وانجازات حقيقه واحسن قناه الحمد لله في الاستفتاءات كلها اللي بتحصل. بجد منورين الدنيا وعاملين حاله جميله جدا، يعني خليتونا نصحى الساعه 10، انا عارف انت بتصحى كريم الساعه 7 او 6 6 ونص نهوان دي 8 ونص. لا والله ده انا قبله بصحى 5 ونص يوميا وبنام الساعه 9، انا اتغيرت جدا يا كابتن شريف والله. شفت الاهلي بيعمل ايه؟ صحيح صحيح فعلا. لا ان شاء الله دايما نجاحات مع بعض، وكلنا يعني اسباب او يعني كلنا شاركنا في هذا النجاح كلنا مع بعض حقيقي، فمبروك علينا جميعا يا كابتن شريف. الحمد لله انجازات وتطوير واستقرار وكل حاجه باذن الله. وان شاء الله ربنا يوفقنا في الماتش النهارده. انا مش هخش بحضرتك بقى في تفاصيل كثيره عن التحليل، ولكن هنتابع حضرتك اكيد بالليل في التحليل، وباذن الله كده نفوز يعني. وعندكم باذن الله نجم التحليل كله هو بقى اي حاجه. كابتن هاني معانا. انا مش جاي النهارده يا كابتن شريف، خلي الكابتن اسامه بقى براحته. لا يا راجل. لا تيجي برضه مش هيحصل حاجه. حبيبي يا كابتن. ممكن اي حاجه تحصل. حبيبي كل سنه طيب يا كابتن. عقبال مليون سنه كابتن شريف عبد المنعم، اسم من الاسماء المهمه في تاريخ النادي الاهلي، كل سنه وحضرتك طيب وعقبال مليون سنه، وعوده الكابتن هاني العجيزي. وجاء ذكر فكره ان طبعا يعني كلنا شاهدنا انطلاق الموسم الجديد من الدوري العام المصري، والنهارده ان شاء الله الاهلي هيلاعب المقاصه، بنتمنى لهم كل التوفيق. فكره ان الاهلي بيبتدي رحله الدفاع عن لقبه ورحله جديده للحصول على دوري جديد ان شاء الله، فكره انه بيدخل على المرحله دي وهو يعني اوريدي متسلح بالثلاثيه، هل دي تدي ثقه وطمانينه للعيبه بنفس القدر اللي ممكن تخلي الفرق المنافسه كلها تبقى متحفزه اكتر وتجهز نفسها اكتر؟ يعني
هل فكرة ان الاهلي داخل بطل بثلاثية دي معناها بطبيعة الحال انه هيبقى المتسيد الموقف، ولا بالعكس الثلاثية دي هتحفز كل المنافسين؟ هو كده كده الاهلي بطل في اي وقت وفي اي حاجة، ثلاثية او غير ثلاثية، النادي الاهلي بينزل اي ماتش بالنسبة له ده بطولة. يعني النادي الاهلي لو جيت تبص كريم، النادي الاهلي من اول ماتش في البطولة لحد اخر ماتش بيأدي بهي نفس الروح صحيح. ونفس الاداء ونفس حتى لو لقب محسوم قبلها بس ما احنا شفنا النادي الاهلي كتير السنه طبعا. اللي فاتت النادي الاهلي كان واخد البطوله وعنده ماتش مع بيراميدز، ماتش يعني كنت شايف ان هو يعني بدون هدف، لكن الراجل موسيماني لما جه وكان اول ماتش ليه تقريبا ونزل عمل اللعب بشكل فول تيم ولعب مباراه قويه جدا، وقدرنا وبنادي بيراميدز قدر ان هو ياخد بونت مننا. فده اللي احنا بنتكلم فيه، النادي الاهلي من اول ماتش لحد اخر ماتش في البطوله حتى لو هو حاسم اللقب او مش حاسم اللقب بيفضل يعني هو شغل واحد سيستم واحد النادي الاهلي ماشي عليه، وده اللي بينجح اي نادي. يعني النادي الاهلي فعلا مش بينجح من فراغ او ما بياخدش بطولات من فراغ، لا في استراتيجيه شغال بيها وفي نظام شغال عليه، في سيستم ماشي بيه، وكمان في لعيبه جديده جايه. ما تنساش كريم ان في لعيبه جديده جايه تحاول ان هي تثبت نفسها وحاول ان هي تخش مع السكواد اللي موجود بشكل سريع، ودي طبعا بتحتاج برده شغل كتير. فاعتقد ان الراجل ان شاء الله باذن الله يقدر يعمل توليفه كويسه يبدا بيها الدوري، تقدر ان شاء الله ان انت يعني ما تفقدش نقاط في اول الدوري، لان طبعا النادي الاهلي اللي بيميزه برده ان هو بيحاول ان هو ياخد نقاط كتير في اول الدوري بيتريحه في اخر الدوري. فهو ده هي دي الانطلاقه دي مهمه جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله تكون بدايه موفقه باذن الله. نادي مصر المقاصه نادي محترم برده ونادي كويس، بس انا شايف ان هم عندهم شويه مشاكل، لما مشوا لعيبه كتير جدا وفي وجابوا لعيبه برده، بس برده اللعيبه اللي جت مش 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 نفس المستوى بتاعه اللعيبه اللي مشيت، بس اعتقد النادي الاهلي ما بيفرقش معاه وبيلعب مين. النادي الاهلي نازل عايز 3 بونت وبعد كده ان شاء الله يكسب يفكر في اللي بعده، هو ده البطل. يعني انا عايزه اروح بقى معاك كابتن هاني لان الوقت بيجري، بس مهم جدا نتحدث عن قطاع الناشئين. حضرتك بتمرن طبعا هذا القطاع بس في نادي سموحه في اسكندريه، وكلنا عارفين ان هذا القطاع هو مستقبل اي نادي، فلو هتحدث هنا تحديدا بقى على النادي الاهلي والاهتمام بالناشئين في النادي الاهلي، وفكره ان كمان موسيماني لعب ناس كتيره جدا من الناشئين واعطاهم الفرصه ان هم يكونوا مع الفريق الاول في بعض المباريات، يعني برضو بيفرق نفسيا الى حد كبير. اكيد طبعا اكيد. بص يا نهاوند، هو قطاع الناشئين ده بيبقى القاعده بتاعت النادي، لازم يبقى عندك قطاع كويس وقطاع مميز عن اي حد، وتقدر ان انت تستغل فيه المواهب اللي بتطلع وتستغلها في الفيرست تيم او الفريق الاول. انا شايف ان النادي السنه دي فيه استراتيجيه ماشي عليها الكابتن خالد بيبو. انا طبعا يعني انا ماسك فرقه 2005 في نادي سموحه وعارف ان قطاع الناشئين قطاعات الناشئين ماشيه ازاي، واكيد بنلعب ماتشات وديه وبنلعب الفرق وبنسال وبنبقى عارفين ان ازاي القطاعات ماشيه. انا شايف ان السنه دي فعلا في سيستم الكابتن محمود الخطيب، اكيد نكلم الكابتن خالد بيبو عليه، وتولي برضو الكابتن خالد بيبو ده لقطاع الناشئين دي حاجه مش دي حاجه تبين لك قد ايه ان القطاع ده مهم جدا طبعا، وقد ايه ان القطاع ده لازم ان انت يعني تهتم بيه كويس قوي على اساس ان انت تطلع عناصر مميزه للفريق الاول. انا شايف ان السنه دي ان شاء الله النادي الاهلي طلع السنه اللي فاتت عربي بدر وطلع شكري وطلع لعيبه كتير جدا، واعتقد برضو ان السنه الجايه هيبقى في تدعيمات للفريق الاول بشكل كبير جدا. واعتقد كمان الموسيماني، الميزه كمان الموسيماني الراجل بيبص للناشئين، فدي حاجه كويسه جدا ان هو الراجل بيدي فرص كتير قوي وبيدي بيلعب ناس حتى لو في ماتشات كبيره صح. بيبدا يلعب ناس، شفنا فيه لعيبه كتير لعبت الفتره اللي فاتت مع الراجل، فدي حاجه برده يعني عايز اقول ان تبقى دافع للولد او دافع للناشئ ان انت طول ما انت عارف ان المدير الفني بتاع الفريق الاول بيبص عليك وبيطلع كذا واحد غيرك، انت بالتالي ان انت مجهودك لازم يبقى فيه عندك باور وعندك ان انت عايز تطلع مع الفريق الاول. ليه ما اطلعش حتى لو انت عندك 16 او 17 سنه؟ ايه المشكله؟ انا شايف ان الراجل بدا ان هو فعلا يبص للقطاع، ودي حاجه كويسه قوي. اكيد برضو الكابتن خطيب بيتكلم مع مستر موسيماني فيها دي، لان انت بتصرف كتير برضو في القطاع وعندك لعيبه كويسه، والسنين اللي فاتت مش عايز اقول ما فيش لعيبه طلعت، لا في لعيبه طلعت، بس مش مش مش
مش برضو النادي الاهلي، لا النادي الاهلي عنده اكتر من كده، عنده ان انت عندك لعيبه كتيره قوي ممكن تستغلها في الفريق الاول. شفنا في لعيبه السنه اللي فاتت راحت اعراض زي احمد ياسر ريان، زي اكرم توفيق، في لعيبه كتير راحت اعراض واشتغلت كويس قوي، ناصر الماهر ومحسن وصلاح محسن، لعيبه كويسه خرجت لعبت اعراض ورجعت تاني وادوا بشكل رائع. صحيح. يعني ناصر الماهر وصلاح محسن في سموحه انا طبعا متابعهم، كانوا شغالين وعملوا موسم استثنائي بصراحه. عندك برضو احمد ياسر ريان واكرم توفيق وفي لعيبه كتير مش عايز انسى حد طبعا. حته ان انت تطلعي ناس اعاره دي برضو دي حاجه كويسه قوي، اللاعب ياخد خبرات وياخد ثقه وياخد ويشتغل بشكل كويس مع الفرق، بعد كده يجي النادي الاهلي خلاص بقى انت يعني عمل توليفه كويسه. اه بالظبط، عملت اه توليفه ما بين الشباب برضو واللعيبه الكبيره، فدي صح. انا شايف ان في خطه النادي الاهلي ماشي عليها الفتره اللي جايه، واعتقد ان شاء الله مع مستر موسيماني الامور هتبقى افضل ما يمكن ان شاء الله باذن الله. احنا اتشرفنا جدا جدا بوجودك معانا النهارده. أيوة. نورتنا في 10 الصبح في الاهلي وبنتمنى لك كل توفيق يا كابتن. انا سعيد ان انا موجود معاكم ويا رب كده ان شاء الله نيجي ان شاء الله المره اللي جايه واخدين السوبر اللي فيك ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن هاني نورتنا، بنشكرك جدا على وجودك معانا. وقبل ما اختم بس خليني افكر حضراتكم تاني ان انا وكريم بنطلب من حضراتكم الحقوا ابعتوا لنا الفيديوهات، لان اخر وقت هيكون يوم الثلاث بالليل عشان نجمع بقى الفيديوهات بتاعه الرساله اللي بتوجهوها للفريق الاول، وهتتعرض باذن الله على اكبر قدر هنقدر يعني ان احنا نعرض كل الناس او الفيديوهات بتاعت كل الناس اللي بعتت لنا باذن الله. احنا خلصت كده الحلقه للاسف الشديد، بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.